السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم جديد حلويات 2022، لكن حلوى جافه وبنينه بالبزاف، شكل جديد وتجي تذوب في الفم. جبت لكم صابلي بالكفريطه بالعسل، هذا هو الشكل تاعو كما راكم تشوفوا. بزاف اخوات لقاو يعني الطابع في المحلات وما عرفوش له، هو هذا هو الشكل تاعه كما راكم تشوفوا. درتها لكم اليوم بذوق العسل مع كامل اصل نجاح الصابلي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. نقول لكم ما تنساوش تدعموني باللايك، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء، هكا به تعم الفائده. نبداو الان في مباشره في المكونات. هنايا اول حاجه نوري لكم الطابع اللي غادي نخدموا به، هو هذا هو الطابع تاع الكفريطه. السعر تاعو يدير 50 دينار جزائري، يعني 5000 ولا 10000. نروحوا للمكونات. هنا ديت 150 غرام تاع المارغاري اللي تكون بحراره الغرفه، ضفت عليها رشه تاع الملح. هنايا عندي نص كاس تاع المايزينا، كاس ناقص صبع تاع سكر ناعم، ملعقه كبيره تاع عسل تعطينا مذاق ولون مميز للصابلي. عندنا هنايا ملعقه كبيره تاع فانيليا، عندنا بيضه كامله زائد صفار، عندنا نص مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه ولافاني. هادو هما المكونات، عفوا والفارينه، هادو هما المكونات اللي نحتاجوهم. اول حاجه نديرها نحط هنايا المارغارين تاعي، نضيف عليها السكر. هنا تبغوا تضيفوا الزيت، يعني فنجال تاع الزيت ضيفوا الزيت، يعطيكم هشاشه مميزه للصابلي تاعكم. انا ما ضفتش الزيت، نغربل مليح هذاك السكر. هنا تبغي تخدمي بالباتير ولا تخدمي غير بيدك، يعني عادي. نضيف هذيك الملعقه تاع العسل، انا نبغي العسل في لي صابلي يجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا وتردوا لي خبر في التعليقات كيفاش جاكم بالعسل. ونضيف لافاني ونخدم هذه المكونات اما بالخلاط كهربائي ولا غير بالفوي، هكا نبقى نخدم فيها حتى نتحصل على كريمه، يعني ينسجموا كامل المكونات مع بعض. صابلي عادي انا دائما نبغي نسهل عليكم، ما نديرش الباتير ولا البيترين ولا، نتوما خدموا غير بيديكم. هنا بعد ما خدمت هذيك الصابلي عفوا المارغارين مع السكر والعسل، نضيف هنايا البيض ونخلط. نخلطو مليح المكونات مع بعض. هنا نضيف هذيك المايزينا، وهنايا عندي الخماره تاع الحلويات، عندنا نص مغرف بهذه الطريقه، ونخلط المكونات هادو ونبدا نضيف الفرينه. العجينه هنا تاعكم اللي بغيتو ديروها ذوق شوكولاته، نقصوا من المايزينا مغرف وضيفوها كاكاو. الان نجيب الفرينه نبدا نجمع في الخليط تاعي. هنا نحط الكاس الاول تاع الفرينه ونبدا نجمع في العجينه تاعي باطراف الاصابع. نزيد الكاس الزاوج. هنا الفرينه على حسب النوعيه وعلى حسب الحجم تاع الحبات تاع البيض اللي درتوها، وتاني حجم اذا كنتو درتو الزيت ولا ما درتوش، ولا هنا تعرفوا القوام تاع العجينه تاعكم. هنا غادي نزيد الفرينه. هنا الكاس الثالث نضيفه بالتدريج وراني نجمع في العجينه تاعي. هنا نديت كيس بلاستيكي العجينه تاعي، هذه هي عجينه صابلي تكون طريه كما قلت لكم.
بالنسبه للفرينه دات لي ربع كيسان ونص تاع الفرينه، نجيب العجينه تاعي ونحلها على كيس بلاستيكي هكا باش نتجنب باش نبدا نضيف لها في الفرينه ونعجن فيها. من بعد تخسر لكم العجينه تاعكم، نحلها بالحلال. السمك تاعنا تاعها عفوا ما يكون خشين، ما يكون رقيق، يكون في المتوسط كما الصابلي للعادي. هنا فقط غادي نعطيكم بما انه موديل جديد، وثاني غادي نعطيكم لي زاستيس تاع هاد الحلوى. هنا بعد ما حليت العجينه تاعي نرشها هنايا بالمايزينا كما راكم تشوفوا، ندير كميه تاع مايزينا. نجيب الطابع تاعي نديره في الفرينه، نوريكم الطريقه. ولا ديروا في المايزينا هو تاني على حساب. شوف درته في الفرينه، وهنا نجي نضغط بهذه الطريقه. دخلت عليها، اذا ما درتيهش في الفرينه ودرتيه مباشره في العجينه غادي يلصق لك وما يجيكش الشكل تاع الكاطو شباب هاك. الان شنو غادي ندير؟ انا هنا جبت هنا ضغطوا مليح باش تخرج لكم الرسمه. شوفوا انا هنا الاولى كيما ضغطت مليح كيفاش جاتني الرسمه ماشي باينه. غادي ندير هذا، نجي هنايا ونقطع على حساب هذه باش يجوني كامل الحبات كيف كيف بهذه الطريقه. ما كانش عندك الطابع جيبي كوبات هكا افضل، جيبي كوبات هكا تكون صغيره ولا، وقطعي كما نقولوا هنايا هكا باه يجو كامل الحبات كيف كيف بهذه الطريقه، وترفدي العجينه تاعك بكل سهوله هكا وتسقميها. كانش عندك الكوبات وما كانش عندك الطابع، جيبي كرتون قطعيه مستطيل وقطعي الكاطو تاعك عادي. هذه خسرت، غادي ندير حبه هنايا. هنا غادي نبدا نقلع في الحبات تاعي. هنا العجينه شوفوا كيفاش راهي طريه، ساعفوها. الحبات تاعنا تاع الكاطو الشكل تاعها نحطها في بلا اللي كنت فرشته بورق الطهي، نسقمها وندخلها طيب على 160 درجة نار متوسطة، نخلوها طيب تتحمر لنا. هذاك الحس ديجا غادي يعطيك احمرار للحلوى تاعك. هنا كيما راكم تشوفوا الصابلي تاعنا طاب، هذا هو الشكل تاعو. شوفوا انا هنايا خليته تحمر من التحت، وهذاك الحسن غادي يعطيكم هذه التحميره اللي راكم تشوفوا فيها. شوفوا كيفاش يجيكم طايب. الان شنو غادي ندير هنايا؟ نديت انايا غادي ندير الصابلي عادي، ديت كونفيتير ولا مربى تاع مشمش مع شويه تاع نواه كوكو، تبغوا تدو شوكولاته ليطالي كوفريت على حساب الرغبه تاعكم. ونجي هنا نلصق حبه مع حبه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. تبغوا ديروا لا جولي ولا نيسلي على حساب الرغبه تاعكم. وصدقوني هذيك المغرف تاع الحسن كي يبدا الصابلي تاعكم يطيب يعطيكم واحد البنه خياليه. الان شنو ندير هنا على الحواف؟ غادي ندير شويه تاع كونفيتير ونديرها في الصابلي في النوات كوكو عفوا. تبغوا ديروه في الكوفريت ترمدوه كامل في الكاوكاو، نتوما واش تبغوا. انا هنا درته اختياري، الصابلي تعرفوا انه يتمشى بزاف مع نوات كوكو. نديرها هكا في النوات كوكو، الكاطو تاعنا يكون جاهز. نخليه ينشف ونقدمه لكم جاهز كما راكم تشوفوا. الكاطو تاعنا كما راكم تشوفوا الصابلي الكوفريطه بالعسل راهو جاهز. هذا هو الشكل النهائي تاعو كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش جانا طايب طري يذوب في الفم وبنين بالبزاف. ان شاء الله تجربوه وتردوا لي خبر في التعليقات. غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوا الصابلي تاعنا كيفاش يجي الشكل تاعو كما قلت لكم بالعسل. شوفوا يجي مقرمش ويجي طري 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 يذوب في الفم. شوف، نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تردوا لي خبر في التعليقات. نبقى لي نقول لكم ما تنساوش
تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا توصلوا بكل ما هو جديد وتدعموني وتشجعوني.